تحية طيبة جمهورنا الرياضي الكريم، وين ما كنتوا في هذا العدد الجديد من برنامجكم الرياضي ساعتين كان كالعادة الحدث الرياضي الأبرز في القارة السمراء، نهائيات كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا بجمهورية مصر العربية. راح نتحدث إن شاء الله في هذا العدد عن مباريات الدور ربع نهائي لهذه الدورة، وأكيد راح نركز كثير على مباراتنا المهمة، مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظير الإيفواري، واللي راح تلعب إن شاء الله يوم الخميس بداية من الساعة 5 بتوقيت الجزائر، 6 بتوقيت القاهرة. سعداء جدا في هذا العدد باستضافة كل من الإعلام الرياضي زكريا بن هباج. مرحبا بك زكريا، سعداء جدا بحضورك معنا اليوم. مرحبا حبيب، شكرا على الدعوة. العفو. وأيضا الإعلامي الرياضي فضيل شرف، رئيس تحرير موقع أنفو سبور دي زاد. مرحبا بك فضيل، وسعداء جدا أيضا بحضورك معنا اليوم. الله يسلمك حمد، بارك الله فيك، وأنا سعيد لأني بحضور ديالك. ونحن أسعد. إذن جمهورنا ما تنسوش تابعونا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تويتر وانستغرام، بالإضافة إلى قناتنا على اليوتيوب. من لم يتسنى له متابعة هذا العدد يقدر يشوفه في قناتنا على اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى موقعنا الإخباري الإلكتروني radioshams.com اللي تلقاو فيه مجموعة من الأخبار المتميزة. إذن قبل ما ندخل في النقاش والتحليل، نعطوكم فقط برنامج مباريات الدور ربع نهائي لنهائيات كأس أمم إفريقيا الدورة 32 طبعا. إذن السنغال راح تواجه البنين يوم الأربعاء غدا بداية من الساعة 5. المباراة الثانية نيجيريا جنوب إفريقيا راح تلعب بداية من الساعة 8. أما يوم الخميس المواجهة المرتقبة واللي تهمنا نحن أكثر، الجزائر كوت ديفوار على الساعة 5 بملعب مدينة السويس، ومدغشقر الذي يعتبر الحصان الأسود لهذه الدورة راح يواجه تونس بداية من الساعة 8. طيب زكريا، قبل ما ندخل نتحدث على مباريات الدور ربع النهائي، نعود قليل للوراء. منتخب الجزائري يفعلها ويفوز بالثلاثة أمام غينيا، كيف شفت المباراة في العموم؟ يا فعلا ولا واحد تقريبا ما كان يسنى في هذه النتيجة الثقيلة أمام منتخب غينيا، اللي عندنا مشكل معه تقريبا، عندنا مشاكل مع منتخب غينيا 3-0. منتخب الوطني مسك زمام الأمور من بداية المباراة إلى نهايتها. الشيء الإيجابي أيضا أن المنتخب لما كان فايز 2-0 شفنا اللاعبين يعني يدافعوا بشراسة ويهاجموا بشراسة، أيضا حتى تغييرات المدرب أعطتهم دفع آخر بالماضي، لما تشوف تغيير تاع الناس في وقت كنا يعني مقبل نكونوا منهزمين وتشوف تغييرات راسك يحبس. الآن تغييرات هجومية يعني خطة باينة. المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا فعل اللازم، وأرى أنه فعله بأقل جهد أمام منتخب غيني عانيد جدا، خاصة لما تشوف الإحصائيات منتخب غينيا تقريبا في كل مبارياته يسيطر على الكرة يعني بنسبة عالية، يوصل للمرمى لكن عنده مشكل فعالية. المنتخب الجزائري عرف نقاط قوته واستغلها، وعرف نقاط ضعف المنتخب الغيني واستغلها أيضا. طيب إذن فضيل، أكيد أنك تابعت المباراة، يعني هل تبشر يعني الأداء المنتخب الوطني أمام منتخب غينيا نقدر نقوله باللي يرى المنتخب يعني أصبح يبحث بالفعل عن التتويج باللقب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي كي نشوفوا الأداء العام للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الغيني بغض النظر عن اللقاءات الثلاثة اللي فاتوا، نشوفوا بأن المنتخب الجزائري كسب شخصية، والشخصية هذه ما كسبهاش هكذا برك. الشخصية هذه باش تكسب لازم يكون عندك مدرب محنك وذو شخصية وذو كاريزما، اللي هو بالماضي عنده المواصفات هذوما اللي قدر بهم قدر يصنع منتخب. والمنتخب هذا راه مشكل كيما رانا نشوفوه بين مغتربين ومحليين، وهذه نقدروا نقولوا الميزه هذه، نقدروا نقولوا بالك سي لا بروميير فوا وينشوفوا هكذا هذه الروح المعنويه الكبيره اللي كاين في المنتخب، في وسط المنتخب، خاصه بين اللاعب المحلي واللاعب المغترب. نكي نشوفوا زمان ماشي زمان، بالامس القريب فقط
كنا نشوفوا اللاعبين المغتربين وحدهم مع اللاعبين المحليين وحدهم، الان لا، الان انا نشوفهم مع بعض ويقصروا ويضحكوا ويلعبوا، وهذاك الشيء هذاك الشيء هو اللي ساهم في قوه المنتخب، لان الجانب المعنوي، الجانب المعنوي وروح المجموعه حاجه مهمه بزاف لتطور المنتخب، يتم المنتخب يولي اقوى. لان شحال من مره احنا ديجا كيما يقولوا الاعوام اللي فاتوا عندنا فرديات، عندنا لي زانديفيدياليتي، عندنا لي جوار، عندنا لاعبين، ولكن ما عندناش منتخب. واش اللي خسر المنتخب؟ جابوا جمال بالماضي، طبقوا على كيما يقولك في الميدان، وعلى حسب ما نشوفوا، على حسب كيما شاف كاع الجمهور الجزائري باللي المنتخب الوطني عنده شخصيه وراهو جاي كيما يقولك دخل المباريات، المباريات هذو ما دخلهم كاع بنيه التالق وكشف النيه للتتويج باللقب القاري، وان شاء الله فيها خير. وهذا ما نتمناه، نتمنى أن يعود النخبة الوطنية بالكأس الثانية. طيب، ندخل مباشرة في مباريات الدور ربع النهائي، ومعك أولا زكريا، السنغال البنين. يبقى السنغال أيضا رغم أنه انهزم مع المنتخب الجزائري، إلا أنه يبقى واحد من أبرز المرشحين يعني للذهاب بعيدا في هذه الدورة أو التتويج، ضد منتخب البنين الذي أيضا لم يحقق ولا فوز في المباراة، كلها تعادلات مثل المنتخب التونسي. نعم. ووجد نفسه في الدور ربع النهائي. الدورة هذه التي أقيمت ب 24 منتخبا يعني لأول مرة، لأول مرة كاين فيها جوانب إيجابية وكاين جوانب نقول سلبية، ولكن لما تشوف الدور الأول حتى فوضيت ربما يشطرني الرأي، في الدور الأول المنتخبات القوية ما كانتش تحط كامل، كانش تحط قاع واش عندها، لانه تقريبا على باله باللي حتى اللي يحتل المرتبه الثالثه 4 من 6 يقدروا يتاهلوا. شفت المنتخب السنغالي لما فاز بالمباراه الاولى، المباراه الثانيه ما نقولش ما لعبش مليح مع المنتخب ولا ما كانش حاب يربح، ولكن حتى اليو سي سي صرح قال المباراه غير مصيريه، وحتى لو انهزمنا حنفوزوا على كينيا. سمح لي، هنا شغل كان يدير شغل ترشيد للطاقات. نعم. فوالا. نعم. ترشيد طاقات اللاعبين. نعم. لانه على باله مشوار مازال طويل، وكما قال لك ترشيد للطاقه وترشيد حتى لذهنيه اللاعبين، عنده مباراه كينيا فاز بثلاثيه، راح لثمن النهائي، ولو ان المباراه تاعته النهائي كان فيها ضغط اضافي بعد اقصاء المنتخب المغربي. لما اقصي المنتخب المغربي، منتخب سنغالي دخلوا الشك، وشفنا ساديو ماني ضيع ضربة جزاء، ولكن في كل أحوال المنتخب السنغالي يبقى المنتخب السنغالي. بالنسبة للمنتخب البنيني، وربما خلي تفضل معليش، بالنسبة للمنتخب البنيني أعطينا أنت رأيكم بعد نشوفوا رأيكم، معليش عندك الوقت. إذا المنتخب البنيني كما سبق وقلت أنت يعني عنده ما فاز ولا مباراة، ولكن لما نشوف أنه تعادل أمام منتخب غانا، وتعادل أمام منتخب الكاميرون، وتعادل أمام منتخب المغرب، يعني هذا المنتخب عنده منتخبات قوية، والمنتخب هذا عنده مجموعة. ربما رأيي الخاص أنه في سابق منتخب البنين كان يركز كل لاعبه على سيسينيو الآن مازال في المنتخب، لكن دوره القيادي أصبح يخدم المجموعة أكثر من ذي قبل، اللي كان ربما يركزوا عليه كل الكرات وكان هو لاعب مهاري. على كل حال، المنتخب البنيني الآن ما عنده ما يخسر في مباراة أمام منتخب السنغال، ولو أني أرشح منتخب السنغال لتأهل. أكيد. نعم. فضيل، كيف تشوف هذه المباراة؟ انا على حسب رايي الشخصي، المنتخب البنيني نكمل برك نعقب على واش قال لامي زكريا، المنتخب البنيني يبني لعبه كامل على لاعب سيسينيو، وسيسينيو هو كما يقول لك هو لاعب الخبره اللي كاين اللي راهو في منتخب البنين، لكن في دور ربع النهائي راح يغيب. نعم. عنده طرد، عنده كيمي دو كارتون، وهذا نظن باللي راح يأثر بزاف على منتخب البنين. فضيل لهذا قلت لك يعني سامحني فقط أنه سابقا كانوا يركزوا عليه اللعب، ويقول يعني كل لاعبين يلعبوا جيتو، الآن حتى ولو هو قيادي لكن المدرب قدر يصنع مجموعة. الغياب تاع سيسينيو ربما قد لا يؤثر كثيرا على منتخب البنين. يقدر ما يأثرش، وبواحد كان لاعب واحد اللي يعني قدروا يركزوا عليه اللعب، اللي هو بوتي. نعم. ميكايل بوتي بين ظهر إمكانيات كبيرة في التورنوا هذايا، ولكن نظن أن الدور، طبيعة الدور، دور ربع النهائي اللي وصل له البنين المرة الأولى على ما أعتقد، أول مرة في حياته، حتى الدور الثاني أول مرة يعني حتى الدور الثاني أول مرة. نعم. وصل للربع النهائي أول مرة في تاريخه،
وزيد لاعب بوتي وحده ما نظنش يكفي كبير يكون عليه. ما ننساوش ايضا خبره المدرب الفرنسي ميشيل دوسي حتى يعني ايرفي رونار كان تحدث عنه مطولا ويعني قال انه باستطاعته انه يتجاوزنا وفعلها لكن, نعم. لكن حميد كان حاجه المدرب وحده نهضروا جانب تكتيكي تكتيكي سيرتو تكتيكي نذكر فقط وحتى يعني يتذكر جمهورنا الرياضي الكريم انه منتخب البنيني كان معنا في مجموعه التصفيات وفاز علينا احنا انا نهضروا على المدرب النقطه تاع المدرب اولا المدرب الوطني احنا نسموه مدرب هو ليس مدرب نعم. هو ناخب هو ناخب يعني سيليكسيونر يعني حبي يقول باللي التحضيرات تاع اللاعبين والحاله البدنيه تاع اللاعبين ما يتحملش مسؤوليتها نعم. هو واش يدير هو يختار الاحسن يختار الاحسن الصح انا عندي في الناخب الوطني الصح في الناخب الوطني سي شخصيته سي الكاريزم سي كيما يقول دامبوزي لا ديسيبلين وفرض الانضباط داخل المجموعه هذا هو الرول الكبير تاع الناخب بيان سير مع الحفاظ على الجانب البدني والتكتيكي تاع الاخر تاع المنتخب لكن المدرب وحده الناخب الوطني وحده كيما تكونش عنده مجموعه يدير والو انت تجيب ناخب تجيب مدرب تجيب تقني كبير زعما مثلا كيما غوارديولا تحطه انت في منتخب صغير ما نذكروش اسم نابول منتخب مع احترام مثلا كل منتخبات تحطه في منتخب صغير مع لاعبين ما عندوش طاقات ما عندوش امكانيات ما عندوش جانب بدني ما عنده ما يدير الخطه تاعو تقعد في الورقه اذا احنا انا واش نقول روح المجموعه وزيد من الفوق كاينه حاجه كاينه بوين نلقاوه توجو في المنتخبات وما نلقاوهش في الانديه اللي هو حب كيما يقولك لا باتري الوطنيه حب الالوان وحب العالم الروح الوطنيه اللي يعني نوعا ما بعيده عن المنتخبات الافريقيه يعني منتخبات القاره السمراء نعم بعيده ماشي كامل يعني لاحظنا ربما يعني ربما المنتخبات الكبرى هنا انا حجز فضيله حنسمي منتخب الكاميرون شفنا منتخب الكاميرون لاحظنا يعني يهدد بعدم يعني لعب مباراه من اجل المستحقات وصارت من قبل وماشي مره ماشي زوج يعني كاين المنتخبات لو يتحدث عليها فهمت قصده فضيله يعني المنتخبات مثل البنين مثل غينيا مثل منتخب الدرجه الثانيه صح التعبير عندها مداغشقر كتب مداغشقر بشرح مداغشقر كيما هادو هما عندهم شنو بحب الالوان يتالق ومن بعد من التالق يروح يزيد يتالق مليح عليه دالي ومن بعد هو يزيد يروح لو نيفو احنا نشوفوا يروح يجيب فريق اوروبي كيما نشوفوا دقيقه نخرجوا برك من القوسين نروحوا لمداغشقر مداغشقر واش كاين اللاعبين تاع مداغشقر كاع يلعبوا لتحت في دوزيام ديفيزيون فرونسي ولا ثروازيام ديفيزيون فرونسي وراهم حتى دوزيام ديفيزيون سعوديه أندريا ما نهضروش الفرنسي عندهم 13 لاعب يلعب في البطولة الفرنسية كاين واحد يلعب في ليون وراهو رومبلاسون ما ننساوش هذه وقلت لك على البين كان عندي نظن حب الألوان هذه حب الألوان والرغبة في التألق يلعبوا دور ثاني إذا مالغري ما يعني رغم كل شيء أنا نرشح السنغال أكيد في السنغال يبدو أنها في طريق مفتوح إلى الدور نصف هتكون صعبة بصراحة النهاية أكيد يعني ماشي 4-5 مستحيل نمر مباشرة جمهورنا الرياضي إلى المباراة الأخرى نيجيريا جنوب إفريقيا نيجيريا اللي قدرت أنها تتجاوز حامل اللقب الكاميرون وتفوقت عليه بنتيجة 3-2 في واحدة من أفضل مباريات الكان لهذه الدورة ضد جنوب إفريقيا اللي حقق المفاجأة الكبرى بإقصاء أولي منظم هذه الدورة مصر وفوزوا عليه بهدف مقابل 0 إذن نيجيريا جنوب إفريقيا هذه المباراة اللي نقدروا يعني صعب تكهن فيها فضيل هي يعني صعب التكهن فيها ولكن دائما حسب رأيي أنا دائما نشوف رأيي وش يقول نعم جنوب إفريقيا لونو المشوار ديالو في 4 مباريات دار مباراة واحدة كبيرة اللي هي المباراة الثمانية أمام المنتخب المصري لكن ما ننسوش بلي منتخب جنوب إفريقيا تأهل في الدقيقة الأخيرة نعم بسبب تونس وموريتانيا في الماتش تاع تونس مع موريتانيا سيفلا لاربيت لافان دي ماتش اللي عرفنا باللي جنوب افريقيا تاهل قاعد يتما يعني حاب يقول مشواره في الدور الاول كان تحت المتوسط ما نقولوش سلبي
كانت كان دون المتوسط كان دون المتوسط هذا متفق عليه كان نعم. دون المتوسط لكن الأداء اللي شفناه في اللقاء الماضي أمام المنتخب المصري خلانا أنا واحد شغل دهشت ما كنتش نستنى فيها. لكن هنا نقدر نطرح إشكالية، هل منتخب جنوب إفريقيا عاود ديمارا من جديد يعني كما يقول لك نفس ثاني لو دوزيام سوفل اسكو فوالا النفس الثاني يكمل على الناسق هذا؟ اذا كمل بالناسق هذا راح يخلق صعوبات كثيره للمنتخب النيجيري اللي هو منتخب غني عن كل تعريف رغم انهزامه امام منتخب مدغشقر الا انه يبقى نيجيريا. والدليل هو الفوز اللي داروا في مقابله مثيره وكبيره وصنفت ضمن احسن اللقاءات في المباريات من افضل المباريات ان لم نقل احسنها فوالا. الوغ هنايا قلت لك نيجيريا تقعد نيجيريا راح يخلقوا لها صعوبات للجنوب افريقيا رغم اني نرشح نيجيريا، لكن كما يقول لك عامل المفاجاه دائما يلعب دوره هنايا. نقدر نقول لك 60% لنيجيريا. 60% تزيد النسبه ولا تخفض؟ قبل ما نحقوا النسبه كاين وجه شبه بين نيجيريا والسنغال، يعني اللي هو وجه شبه بين نيجيريا والسنغال. المنتخب النيجيري فاز في المباراه الاولى في المجموعه، والمباراه الثانيه فاز بها يعني كان تاهل منتخب نيجيريا، تاهل المرتبه الاولى الثانيه كان بقى يعني صراع المرتبه الاولى والثانيه مع منتخب مدغشقر. تقريبا تقول نفس الاقتصاد للطاقة، ما نقولوش منتخب مدغشقر منتخب نيجيريا سهل المهمة، ولكن ما دخلش بعزيمة. يعني أنا نشوف باللي منتخب نيجيريا لو كانت مباراة مدغشقر مصيرية حنشوف مباراة أخرى، ما حشين هزم تنين مقابل صفر. ضد منتخب جنوب إفريقيا مثل ما قال فوضي، منتخب جنوب إفريقيا فاز بمباراة واحدة ولكن الانهزام تاعو كان دائما بصعوبة أمام كوت ديفوار بهدف مقابل صفر بصعوبة، أمام منتخب مغربي في الدقائق الأخيرة. ربما كما قال فوضي ربما نفس ثاني مع منتخب مصر جاء أمام 100,000 متفرج، يعني قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة حتى قلت لك يعني حتى المباراتين أمام منتخب المغرب ومنتخب كوت ديفوار كان مقبول، يعني ربما حيكون يعني نفس ثاني وحيأدي مباراة كبيرة. لكن كما قلنا عن مباراة السنغال، منتخب نيجيريا دا العبرة من مباراة مدغشقر وشاف مباراة جنوب إفريقيا من منتخب مصر. ومدرب روهر يعني شاف باللي المنتخب هذا يقدر يصنع صعوبات، من الصعوبة أنه حتكون مفاجآتين متتاليتين بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا. ورشح نيجيريا النسبه، نخلو النسبه تاع فوضل ستيم. لا اسمح لي برك، تفضل فوضل، تفضل معليش ديرو برك تعقيب على الاخر. انا كي نهضر زيد فضلك على جنوب افريقيا، انا كي قيم جنوب افريقيا بمستوى ديالو قلت لك دون الوسط. لماذا؟ لانه جنوب افريقيا. كي نقولوا جنوب افريقيا صح دوله حديثه ومنا، ولكن نهار بدات ديجا كره جميله، بدات كره جميله من 96 اول مشاركه ديالها او بالعقب، ومن هذاك النهار من هذاك العام وارواح نشوفوا جنوب افريقيا منتخب كبير على مستوى الانديه، اورلاندو بيراتس فوالا، حتى على مستوى الانديه او سان داوز مؤخرا اورلاندو بيراتس من قبل. احنا قلت لك كي نشوف، نعطيك مثال على الكونغو الديمقراطيه الارديسي. انا الارديسي عندي هو اضعف منتخب. لماذا اضعف منتخب؟ انا نقول لك لماذا اضعف منتخب، لانه الكونغو الديمقراطيه عنده اسم، عنده تاريخ، عنده شخصيه، عنده لاعبين، الكونغو الديمقراطيه فقد شخصيته حقيقه. فقد الشخصيه ديالو كي نشوفوا يانيك بولاسي يلعب في ايفرتون، يلعب في لو نيفو، وكان كيما يقول لك سوليسيتي بار لا سيليكسيون اونغلاز، كان ديجا المنتخب الانجليزي كان حاب يده. ومن بعد تشوف الروندمون ديالو، تشوف الاداء ديالو، ما كان والو. سي فريمون كيما يقول لك واحد، سي فريمون دوماج. انا شي خساره كبيره كي نشوف انا الكونغو الديمقراطيه، كي نشوفها بالاداء منتخب الكونغو اللي يضم يعني ارمده من اللاعبين المحترفين على غير باكومبو، ويعني لاعبين ممتازين، الا انه الاتحاديه الكونغوليه تبقى مصره على هذا المدرب الذي يجمع بين تدريب المنتخب وتدريب نادي فيتا كلوب. نعم، وعنده تقريبا لاعبين باينين تي بي مازامبي وفيتا كلوب، يعني تقريبا 17 لاعب و16 لاعب هكذاك يعني بين الفريقين. لازمهم بالماضي
هم بالماضي تاعهم تاعهم. وكما قال فوضيل بالنسبه للكونغو الديمقراطيه حتى نولوا المباراه تاع زيمبابوي والحديث اللي راهو يدور اللي راهو يدور نعم تاع كاطومبي اللي يعني رشا مويز كاطومبي قال لك راح حارس وكذا والله ماركي يعني يعني منتخب زيمبابوي اللي جاب السيف ديجا هو ما كانش حاب يجي يعني كان هدد بعدم تنقل اصلا الى القاهره نعم وكي كانوا رايحين حصلوا باش يروحوا الى تما الى باش فزت وكان بالريشه يعني منتخب ضعيف اكثر من ضعيف يعني لا لا ما فقد شخصيته بزاف فقد بزاف شخصيته ماهوش ضعيف ولكن كما قال لك فضيل فقد ضعيف قال لك ضعيف الاضعاف في الدوره وشاطره الراي الاضعاف في الدوره ليس ضعيفا في المستوى او لا بل في الشخصيه بل في الشخصيه اسم الفريق احنا كيقولوا اسم الفريق انت كي تشوف مثلا نعطيك مثال انا ما قلناش على موريتانيا ضعيف ما قلناش على موريتانيا ضعيف اول مشاركه كما يقول لك هاو جديد فاتي كان ماركابيت مع تونس يتكاليفي منتخب فاتي هذا منتخب فاتي ذاك منتخب كبير وعريق مثل الكونغو الديمقراطيه نجماتين عندهم زوج نجمات احنا ما عندنا لاعبين يلعبوا في البريمير ليغ في البونديز ليغا في الدوري الفرنسي يعني في الدوريات الخمس الكبرى نعم نعم بعد تشوف اداء كيما هذاك وبعد تشوف اداء كيما هذاك وعندهم مازومبي تي بي مازومبي ثاني الى ما يلعبش الى ما يلعبش بريمير ليغ وما يلعبش في ليغ عنده تي بي مازومبي عنده فيتا كلوب عنده فيتا كلوب وعنده نقولوا سيرتو خاصه تي بي مازومبي اكيد العملاق عملاق القارة السمراء. إذن جمهورنا الرياضي الكريم يوم الأربعاء مباراتين سنغال بنين بداية من الساعة 5 نيجيريا جنوب أفريقيا بداية من الساعة 8 ما زلنا معكم دائما عبر راديو شمس أفام في برنامج ساعتين كان كالعادة لمناقشة أبرز تطورات الحدث الأفريقي الجاري أطواره في جمهورية مصر العربية. ما تنساوش دائما تابعونا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وانستغرام بالإضافة إلى قناتنا على اليوتيوب وموقعنا الإخباري الإلكتروني. إذن نروح مباشرة لمباراة يوم الخميس وقبل ما نتحدث عن مباراة الجزائر كوت ديفوار نتحدث عن المباراة الأخرى التي ستجرى في نفس اليوم مدغشقر تونس. مدغشقر اللي يعني تجاوز منتخب الكونغو الديمقراطية اللي كنا نتحدث عليه قبل قليل وتونس اللي أيضا فاز البارحة على منتخب غانا بركلات الترجيح. إذن مدغشقر تونس زكريا كيفاش تشوف هذه المباراة؟ مدغشقر تونس الحصان الأسود ضد المنتخب الآخر الذي لم يحقق أي فوز إلى حد الآن. أول مشاركة بالنسبة لمنتخب مدغشقر حتى أنه تأهل في المرتبة الأولى لما تأهل في التصفيات والآن يحتل المرتبة الأولى في مجموعة نيجيريا وفاز على نيجيريا يتأهل أمام منتخب كونغو الديمقراطية بضربة الجزاء. أما منتخب تونس لو منتخب مدغشقر يلعب بالطريقة يلعب بها كل المباريات خاصة مباراة أمام نيجيريا في المجموعة الأولى في المجموعات راح يتخطى منتخب تونسي يعني بسهولة. لكن منتخب التونسي نعرفه أنه منتخب ما نقولش ضعيف ولكن يعني متوسط مقارنة بالمنتخب التونسي اللي كنا نشوفه من قبل أو على الأقل مقارنة بالمنتخب المغربي الجزائري والمنتخب المصري. ولو أنه تأهل أمام منتخب غانا بضربة الجزاء اللي عنده المنتخب التونسي كما يقولوا الجامع أنه عنده زهر يكسر الحجر هذه أولا، والثانية أنه لاعبين عندهم حرارة حتى ولو يعني ما كانش مجموعة يعني كبيرة ربما حين كت آنجيرس ربما قد تصنع الفارق ولو أنه حتى في منتخب مالي يعني آنجيرس غير ما همش راضين عليهم لا يعني أنا أقول لك يعني حتى في منتخب مالي المجموعة اللي كانت في المنتخب مالي وما قدرش يعني ولو أنه عنده خبرة في إفريقيا ما قدرش يفرض شخصيته. الآن أمام منتخب تونسي شفنا باللي الجميع ساخط عليه وكما قال أظن في الكواليس انت ولا أنه التشكيلة اللي كانوا حابينها التقنيين تالي قلتها لي تشكيلة حتى المباراة دخل بها في مباراة غانا مباراة صعبة بالنسبة لمنتخب تونسي اللي قادر يتأهل كما قولوا بالطريقة اللي تأهل بها بالحرارة وكما يقولوا الحظ اللي يكون معاه. منتخب مدغشقر قادر يتأهل بالأداء اللي تم لو يوري فيه في الدورة هذه منذ بدايتها والله أعلم. طيب فضيل يعني هنا الترشيح سعيد
صعيب ماكش راح ترشح. ما نقدرش نرجع. انا قلت لك منتخب مدغشقر يعني اثبت القوه تاعو، اثبت المجموعه تاعو، عنده فرضيات وعنده مجموعه. بالنسبه للمنتخب التونسي كل شيء ممكن، قادر حتى يدي الشامبيون، يدي كوب دافريك. صح. فضيل، يعني كلا المنتخبين لعبوا 120 دقيقه، يعني تعبوا في يعني كما نشوفوا مدغشقر لعبت كونتر الكونغو الديمقراطية 120 دقيقة وراحوا ضربات جزاء، أيضا تونس ضد غانا 120 دقيقة. ألا يعني ألا ترى أن هذا سيؤثر عن المستوى البدني لكلا الفريقين في هذه المباراة؟ هذا ما أظن. هذه الحاجة الأولى اللي جت في راسي العامل البدني. لكن في المقابل ما ننساوش بلي كان لي موين دو ريكوبيراسيون، كان وسائل استرجاع اللي هما دوكا كثيره، ودوك ما على بالي سا ديبون كل منتخب وكيفاش لا عنده امكانيات ولا ما عندوش. حنا كي نحكي لك في الميدان المنتخب التونسي ماهوش هو المنتخب التونسي المألوف اللي موالفين نشوفوه. في المقابل منتخب مدغشقر فريمون نوزايتوني ما نوزاسيربري فوالا، ففاجئنا بالمستوى ديالو والمستوى الكبير تاعو. قلت لك كيما حكينا عليه من قبل، ماغريكو رغم ان اللاعبين اللي راهم في مدغشقر لاعبين نقدر نقولوا نصهم هوات. نعم صحيح. هوات يلعبوا كاين واحد يلعب في ليون اللي هو اسمه هذاك اسمه جيريمي مود جيريمي مورال، يلعب في ليون في الاحتياط. وكاين واحد والباقي كاع يلعبوا في 3 ديفيزيون في ناسيونال يسمى البطوله. كاين امادا لاعب مولودية الجزائر، كاين واندريا لاعب السابق سابق الاتحاد العاصمه وبدات تيمسان او يلعب في اسمه في السعوديه في العداله السعوديه في الدرجه الثانيه. لكن رغم هذا انا كي شفت الاداء تاع منتخب مدغشقر انا نرشحه يزيد يواصل المنتخب حسب رايي. ممتع، كاين فوالا كاين لاعب ممتع بالفعل. هو كما يقول لك سواء ان تاهل او لا، لكن انا متاكد ان منتخب مدغشقر سيؤدي مباراه كبيره وسيخلق صعوبه جمه للمنتخب التونسي ان لم يتاهل. حتى اذا تاهل انا ما نعتبروش مفاجاه. نعم ماشي الان مولات مفاجاه ما نعب لو كان يقصت لي مفاجاه من منتخب تونسي. انا النقطه اللي يهضر عليها نقطه مهمه جدا، اللي قال لك يخلق صعوبات بعثني ديريكت لسرعه المهاجمين تاع منتخب مدغشقر وسرعه في التنفيذ والوصول الى المرمى، عكس المنتخب التونسي شفنا لاعبين طوال وتقال يعني كما قال فوضيلي لا فاز منتخب مدغشقر على منتخب تونسي ماشي لا تاهل، الا فاز عليه ب 3-0 ما راح تكون مفاجاه انا ما نعتبرهاش مفاجاه في لو روندمون. حنا كي نشوفوا بالنظر لازم نحو العاطفه فوالا، لازم نحو واحد لو بوين في راسنا، لازم نحو هذه النقطه. انا عندي النقطه هذه مهمه لازم نحوها، نقطه الاسم منتخب كبير انا ديجا انا واحد عندي هاد الديفو ديجا لا بروف عندي يا ربي 5 دقائق نحكي لكم على لاير دي سي كونغو، قلت لكم كونغو ديمقراطيه شغل خساره. مي وشنو لازم نحوها؟ منتخب ويلز لحق الدومي فينال تاع الاورو في اول مشاركه ديالو. علاش؟ لان عنده لي جوار، عنده لاعبين وعنده تاكتيك وعنده مدرب. صح. عنده منتخب شباب ايرلندا ايرلندا فنلندا لا ماشي لا فنلندا ليسلاند كيف مفاجاه. والمهم حنايا لازم نحوها هذه، حنا نشوفوا الصح لازم نشوفوا في الميدان. منتخب مدغشقر منتخب ممتع بصريح العباره. نعم. جو شغل بريزيليان بورتوغي شغل لاتينو. بالمختصر المفيد منتخب ممتع اذا تاهل فليست مفاجاه. مليح علينا لكن ما حدثناش على المنتخب. ماشي مليح علينا ماشي حنا ما لا اسمع استنى لا بالي بيحتفل معك. ماشي مليح علينا على المنتخب، قلت لك مليح على المشاهدين نزيدوا نتمتعوا. فوالا نزيدوا نتمتعوا ونديكوبريو ونزيدوا نشوفوا. ومليح علينا ايضا باسكو المنتخب التونسي خارج فينا يا زكي. ما كان لا خارج لا والو. بعد شوف قلت حاجة ما كان لا خارج. شوف دوك انا فوضي احنا نهضروا هضرة واحدة. تفضل. ما كان لا خارج فينا لا والو. انا ماذا بيا تأهل نيجيريا ومانيش حاب لافريك دي سود باش كي نطيحوا مع نيجيريا. شغل عندك نيجيريا لعب بالون. كوديفوار مانيش خايف من كوديفوار. تونس خارجين فينا بصح بالطريقة هادية هاك شفت غينيا. يعني لو كان نواصلوا هكذا ما يخلعني حتى منتخب. هذه هي. كنت خايف فقط منتخب مصري بسبب
الاوضاع اللي كاينه في مصر الجمهور. والحساسيه يعني الاوضاع اللي كاينه موجوده في تكون سياسيه شويه. وكاين ثاني كاين على هذه اسمح لي برك حامد وشفا برك على النقطه اللي تقول لي عليها. وزيد اعطينا رايك على المنتخب التونسي، تحدثت الا على المنتخب الملغاشي. المنتخب التونسي على كل حال واش نهضر المنتخب التونسي يهضر لك على النقطه تاع تاع نهضر لك قبل على النقطه هذه تاع التاريخ. نحكي لك على التاريخ نحكي على التاريخ على هذه تاع عقده وشبح الاسود اباك هذه كل هذا انا عندي هذه الامور جانبيه مجرد احصائيات خلقتها وسائل الاعلام. انا على بالي راني في الاعلام وخدمت في الاعلام على بالي واش معناتها الاعلام هذايا باش تعمر لي سباس باش تعمروا لي باج. باختصار فقط قبل ما نروحوا فاصل وندخلوا في الجزء الثاني من البرنامج على نهضروا على تونس. منتخب التونسي انا شفت المستوى ديالو قلت لك ماشي هو المنتخب التونسي رغم انه عنده لاعبين ملاح لاعبين في مستوى عالي وكذا، لكن راح المجموعه غايبه لا اله الا الله محمد رسول الله ما عباش واش كاين مدعيين ولا جون سي با مي هي الصح كاع واش كاين عندهم الحظ محظوظين بزاف. شوف اللقطه تاع المساكني اون دو تروا فوا المساكني يحكم بالون باش يرونسي فير لا غوش ولا فير لا دروات يسي دريبلي 5 4 جوار تفهم بوكو تشوز بورتون كابيتان ديكيب تما كاين مشكل كاين مشكل تاع الانضباط. تحب تروح فاصل عاود ولي اكيد نخرجوا فاصل ونرجعوا لكم ما تروحوش بعيد. جستمون يعني نهار ما
عودة لكم جمهورنا الرياضي الكريم، نعود نجد لكم التحية ونعود نجد أيضا تحية لضيفينا الكريمين زكريا بن هباج وفضيل شرف. مرحبا. تحدثنا في الجزء الأول من البرنامج عن برنامج مباريات الدور ربع نهائي لكأس أمم إفريقيا الجارية بمصر، وخلينا المباراة الأخيرة مباراة الجزائر كوت ديفوار أو كوت ديفوار الجزائر في للجزء الثاني من البرنامج. إذن هذه المباراة ستجرى كما هو معلوم في ملعب السويس بداية من الساعة 5 بتوقيت الجزائر، 6 بتوقيت مصر. زكريا نبداو نتحدث على توقيت هذا، يعني منذ يعني بداية الكان منتخب الوطني ما لعبش في هذا التوقيت. نعم لعب 6 ولعب يعني 6 بتوقيت مصر، يعني الجميع متخوف من الحرارة والرطوبة، وش رأيك في هذه النقطة؟ هي الحرارة كاينة والسويس سخونة، السويس يعني أكثر حرارة من القاهرة. نعم أكثر حرارة وتوقيت، لكن شفنا باللي في هذه المنافسة جمل بالماضي، ربما الآن احنا عارفوا قيمة التربص تاع قطر باش اللاعبين يولفوا باش يتأقلموا، وما يش أول مباراة. لو كان أول مباراة نقول لك بالك تكون صعبة، الآن المنتخب لعب 4 مباريات حتكون صح سخانة، ولكن سخانة تكون علينا وعليهم. عندنا أفضلية تاع مباراة لأنه لعبنا قبل منتخب كوت ديفوار. أظن أنه الجانب هذا ما حش يطرح مشكل بالنسبة للمنتخب، خاصة أنه كما هم يقولوا في التواصل مواقع التواصل الاجتماعي عندنا منتخبين يعني وتقريبا جمل بالماضي مباراة تنزانيا اللي دخل فيها التشكيلة الثانية حب يعرف شكون هما البدلاء الثلاثة اللي يعتمد عليهم، ورانا نشوفوا باللي تقريبا روعيا بوداوي وناس ودولور او سليمان، يعني ما كاش مشكل في هذا الجانب اكيد، خاصة ادم والناس. طيب فضيل، كما قال لك زكريا عندنا افضلية مباراة مع كوت ديفوار، ولكن هما ايضا عندهم افضلية يوم 24 ساعة مثل كما مدغشقر مع تونس 24 ساعة، ولكن هناك من يرى أنه عندهم أفضلية يعني اللعب في عرفوا الملعب، هم عرفوا الملعب بيان لعبوا فيه البارح ماتش ملعب السويس، وش رأيك فيها؟ أنا شخصيا كنقول لك كنشوفوا هذه تاع أفضلية الملعب ولتين على بولوزيتو، أنا من يستعرف شو بالإحصائيات عنده الحق. مباراة تنزانيا لعبنا في ملعب واحد اخر، نعطيك معلومة، انا كنت لعب كرة قدم لعب كرة القدم ولعبت في المستوى العالي ونعرف شوية الامور هذوما، ممكن ما لحقش يعني ما لحقناش النيفو كبير مي نعرف شوية الامور عندك يعني عندي شوية معرفة في هذه الامور. لو تيراي تو دو كالابولوز راهي وحده، نهضروا على المناخ، كي تهضر لي على المناخ وي المناخ نسمع لك. نعم. كما قلت ما كان الرطوبة، كان رطوبة، كان الحرارة، خاصة الرطوبة، الرطوبة والحرارة، الرطوبة يعني. والحرارة احنا يعني في الجزائر ما عندناش هذا المناخ هذا، كي تقولي المناخ هذاك راح يأثر وراح يأثر باسكو كوت ديفوار، لو كوت ديفوار عندهم هذاك المناخ موالفينو المناخ هذاك، لكن كي نهضروا لو تيران كي نهضروا على الأرضية ماهيش عائق، الأرضية أنا عندي سني با ديتو قاعدتي كان اوبستاكل ما كاش منها، لكن كيقول لك كاين مناخ وكاين تاني بون وهضرنا على المناخ والله غير نسيت على واش كنت نهضر الارضيه كنت راح نهضر لا الارضيه هضرنا عليها خلاص انا قلت الارضيه والمناخ هضرت عليها الارضيه ما نهضرش عليها كاع نهضروا على المناخ بالك تاع 24 ساعه لا وي لا فوالا لا لافونتاج تاع 24 عندهم الافضليه تاع 24 ساعه 24 ساعه هذيك عندنا احنا عندنا عندهم اللاعبين تاعنا احبي نقول اللاعبين الجزائريين عندهم الافضليه تاع 24 ساعه سي فغي، هذه لازم يبروفيتي لازم يستغلوها مليح. وكاين ثاني حاجه نشوفوا التحضيرات اللي داروهم في قطر، داروا تحضيرات في قطر اللي تميز بمناخ كما يقول مشابه جدا المناخ اللي كان فيه مصر، مالغري كو لا دوري لي ان بو كورت، ولكن بوغ ان جوار بروفيسيونال اللاعب محترف نورمالمون تكفيه باش يتاقلم ويدخل باذن الله كما يقولوا مربوحه ان شاء الله. ارضيه الميدان تبدو انها افضل من ملعب الدفاع الجوي اللي لعبنا فيه، يعني كاين افونتاج، يعني انا قلت كما قال لك بالنسبه لارضيه الميدان كل ارضيه الميدان في مصر مليحه، هما يعني من ناحية تنظيمية يعطيهم الصحة قولهم القبعة في ظرف قصير أشقائنا المصريين في ظرف قصير وفروا ملاعب يعني رائعة، أرضية
ولا يعني منتخب اشتكى من الأرضية. نعم كما نقولوا احنا يقول لك التيان العيان مليح. يعني راك رايح الميدان احسن وراح تلعب كره احسن. الجانب الارضي انا نوافق فضيل ما كاش مشكل الجانب الارضي، والجانب المناخ فعلا ياثر، ولكن انا مش متخوف منه لانه خلاص دخلنا في المنافسه عاد تسنى كلش، كاين مناخ كاين رطوبه ان شاء الله نلعبوا، حتى لو كان نلعبوا نص النهار نجيبوها نجيبوها ماشي مشكل ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في الجانب الفني لهذه المباراه نتحدثوا عن الجماهير، يعني بالإضافة إلى جماهيرنا الجزائرية المتواجدة هناك، كما تبعتوا وزارة الشبيبة والرياضة خصصت يعني 450 تذكرة راح تنقل الجماهير لمتابعة مباراة الجزائر كوت ديفوار في طائرتين. وبعد يعني هذا القرار أيضا قررت السلطات إضافة طائرتين لنقل 350 مناصر، يعني كلش 800 مناصر راح يكونوا في الملعب بالإضافة إلى الجماهير المتواجدة هناك. يعني شيء جميل فضيل، يعني خاصة أنه الجمهور الجزائري معروف أنه يبقى دائما اللاعب رقم 12 في المنتخب. عندنا شوف شيء جميل جدا، هذه وحدة للمنتخب الجزائري، ثانيا للدورة، لأن منتخب مصر غائب خلاص خرج من المنافسة، كي خرج من المنافسة الدورة راح تفقد النكهة تاعها جماهيريا، راح تنقص ديجا نقصت هي ديجا تنقص جماهيريا، تنقص مم اقتصاديا مم من ناحية المدخول المادي راح ينقصوا بزاف، ينقصوا بزاف بزاف فوالا الإعلانات الإشهارات هادو ما قاعدك راح ينقصوا. الوغ الدورة هادية واش راح يزيد لها لو شارم؟ بإذن الله احنا هذاك الشارم هذاك اللي راح لفقداته الدورة ان شاء الله راح يكون عند الجمهور الجزائري اللي هو معروف بالحماس تاعو وتشجيعه للمنتخب بلاده لمدة 90 دقيقة. نعم واحد قيس ألف. وكاين تاني حاجة ميزة يتميز بها الجمهور الجزائري اللي هو إذا ما يكونش مع المنتخب يكون كونتر المنتخب، المهم يشجعها ما يحبش. الحس كاين كاين. الحس كاين كاين، مي لا نورمال واحد إن شاء الله الخطرة هذه مربوحة ونوقفوا كامل مع بلادنا إن شاء الله. هو يعني الأكثر توافد في مصر يعني كلاس الأول بعد الجماهير المصرية. نعم بعد زمان ولو أنه بعد المسافة، يعني لو كان جت الدورة في تونس أو في المغرب كنا حنشوفه أكثر من ذلك إن شاء الله. ويصنع الحدث يعني إعلامية جمهور الجزائر، يصنع الحدث. وحتى يعني مؤخرا شفنا كما نقولوا التصرفات الحضارية اللي قاموا بها يعني بعد المباريات، كانوا يعني يخلوا ينحيوا البقايا اللي كانت تقعد في، يعني هذا أمر يعني أمر إيجابي. حتى كان بعض الأمس أو البارحة مجموعة هي من البوليدة راحوا للمستشفيات مرضى السرطان وزاروهم في مصر، لقى استحسن حتى الصحافة المصرية، حاجة مليحة. يعني ولا رحنا للنهائي أكيد راح نشوفوا، نقدر نشوفوا 10,000 في مصر عادي. نشوفوا إن شاء الله نشوفوا خط، لأنه يعني كما قلت زكريا وزارة الشباب والرياضة أكدت أنها راح تتواصل العملية في حال تأهل المنتخب إلى دور نصف النهائي. نعم. أكيد راح تزيد إن شاء الله. شيء جميل شيء جميل، وخاصة اللاعبين كي يسمعوا باللي راه كاين 800 مناصرة راح يتنقلوا للجزائر، يعني سيزيدوا يتحفز شحنة. تحفز. نعم. شحنة معنوية. مازلنا معكم جمهورنا الرياضي الكريم دائما، ما تنساوش تابعونا عبر مختلف صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك تويتر وإنستغرام، بالإضافة إلى قناتنا على اليوتيوب اللي تقدروا تشوفوا فيها جميع برامج الإذاعة. ندخل في يعني بعض الجوانب الفنية للمباراة. يبدو أن الناخب الوطني أكيد راح يستقر على نفس التشكيلة فضيل في هذه المباراة اللي دخل بها يعني المباراتين الأولتين والمباراة الدور ثم النهائي. هي نوما بومو على حسب واش نشوفوا وشفنا المستوى كما يقول الكونغوس ومودو، راح الناخب الوطني جمال بالماضي راح يعتمد على التشكيله نفسها، لان الخلاص كما يقول لك الى دار السكولات الى دار الهيكل تاع المنتخب ديالو. لهذا مشكيش راح يدير تغييرات مع الاعتماد على 3 تغييرات او 4، يعني هو خلاص هو دار كما قال زميل زكريا وكي دار في منتخب تنزانيا، دار تشكيلة ثانية باش يشوف اللاعبين اللي يعتمد عليهم في أوقات الضرورة وفي أوقات الحاجة، وكما يقول لك في حالة الاضطرار أيضا
ويتما كان دفاع إصابة مدافع أو هو خلاص هو بدأ إلى أنفيراسو فوالا أنفيراسو إلى توت خاسي خلاص سي بون دابخي دابخي كل دابخي واش شفنا ليسونسيال حنا واش نشوفو نشوفو بلي المنتخب الوطني الجزائري على باله بلي الشعب كامل راهو يسنى فيه وعلى باله بلي على باله بلي خلاص دوكا كسب الشخصية و الان كما نقولوا دوكا مالغري كو راهم غوغوبمون اي تو بصح ما متصلين توجور بالعالم الخارجي وعلى بالهم واش راهم يهضروا عليهم في وسائل الاعلام خاصه العالميه ما نقولوش غير الوطنيه لان خاصه العالميه خلاص كسبوا شخصيه وداروا منتخب وعلى بالهم بلي لازم يكونوا في قد المسؤوليه هذه لذا يا اخي واش نقول لك حامد انا ما انا على باب اللي راح يدخل هكذا بهذيك التشكيله والخطه مام الخطه على كل حال الخطه كما رانا نشوفوا يلعب دائما 4-1-4-1-4-1 يتسمى حب يقول هي منين داك كيكون بالون عندنا يولي تولي اون 4-3-3 فوالا تولي اون 4-3-3 وكيكون عندهم بالون نولوا اون 4-5-1 يتسمى الخمسه في الميليو ثلاثه ديفونسيف زوج اوفونسيف ثلاثه ديفونسيف وزوج اوفونسيف دي فوا دي فوا يقعد واحد اوفونسيف اللي هو واسمو فكرني فهمت بنجاح لا 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 الاوفونسيف يقعد محرز ولا في محرز ولا في غولي مع الروتور تاع قديورا تاع قديورا وبالناصر جوستمون انا قلت يقدر في المباراه دوك خاطر يقدر الخطه على حساب منتخب لانه منتخبات اللي واجهناها من قبل تقريبا كانت تلعب نفس طريقه منتخب غينيا 4-2-3-1 تقريبا كانوا قاع يلعبوا نفس الطريقه ربما ضد منتخب كوديفوار قد يلعب بمسترجعين يعني راح تكون 4-2-3-1 الله اعلم على حسب الخطه تاع منتخب كوديفوار يقدر يعني ولكن الارجح مثل ما قال فضيل راح تبقى نفس الطريقه اما منتخب كوديفوار اللي ماهوش منتخب كوديفوار اللي كنا نشوفوه من قبل لا هو الناخب الوطني جمال بالماضي كان في ارضيه الملعب كان في المدرجات عفوا نعم. تنقل للسويس نعم. وتابع مباراة يعني عن قرب مباراة كوديفوار ومالي نعم. أكيد أنه لاحظ الأمور يعني مليح وراح هو ما بعد احتوى يعني باش وتغيب على تدريبات يعني نقدر نقول باللي معناتها ما كاش يعني مساعد فعلي بالنسبة لجمال بالماضي يعني هذه أيضا نقطة تحسب له يعني راهو يقوم بعمل كبير جدا تنقل على مسافة يعني تقريبا 150 كيلومتر يعني أغلب المدربين يرسلوا المساعد الأول ولكن راهو يقوم يعني بمجهود إضافي كما قولوا حب يشوف بعينه ما عندها يشوف ما يمن حتى واحد يشوف يكتب أما منتخب كوديفوار إلى عندك نقطة تفضل عندي برك نقطة فيما يخص الخطة التكتيكية الخطة التكتيكية دوك عباك ولا تشغل تتبدل حسب المباراة وخلال المباراة يعني كي تكون الكرة عندنا وكما تكونش عندنا كي تكون الكره عندنا تكون خطه وكما تكونش عندنا تكون خطه خلاف واذا كنت رابح ولا كنت متعادل وهذا واش يتطلب لاعبين لازم يكونوا محضرين خاصه بدنيا واللي هما لاعبين الوسط باسكو الصح واش اللي يتبدل في الخطه التكتيكيه الوسط سي الميليو ولا باز فوالا هو لا باز يبقى الجانب البدني يعني هو الشيء اللي تخوفوا منه جميع المدربين يعني تراجع المستوى البدني تراجع مستوى البدني كما قال لك الوسط هو الصح تما تقدر تخدم فيرتيكال وريزونتال تما ديجا لو فات اللي تقلب تبدل الخطه فوالا تبدل الخطه كي تكون باسكو علاش كي يكون بالون نولوا نلعبوا اوفنسيف تولي تلعب هجوميا يتما واش حبي يقول لاعبين اثنين من المنتخب يطلعوا اوفونسيف نعم. يطلعوا من الوسط يطلعوا لاطاك نعم. لو كان نكونوا نلعبوا باسكو كيما يكونش عندنا بالون يكون مهاجم واحد نعم. ومن بعد كي نريكوبيريو لا بال كي نريكوبيريو نسترجعوا الكره نولوا بثلاث مهاجمين يعني هذوك الزوج هذوك اللي يهبطوا لازم يطلعوا تمتم عندهم خدمه كبيره فوالا وكي بيرديو لا بال يتما في وقت يضيعوا لا بال يعاودوا يولوا تمتم الو شنو هذه كامل لازم لها طاقات فريشر فيزيك فوالا لازم فريشر فيزيك لا فريشر فيزيك هذه لازم تكون عند اللاعبين ولازم الناخب الوطني يختار جيدا هاد اللاعبين مام باسكو ما كيقولوا زعما امثال بالناصر ولا نقولوا ملاح ولكن فيزيكمون لازم نشوفوا فيزيكمون الجانب البدني اذا ما كاش مليح لازم يحطوا في البون دو توش كاين نقطه واحده اخرى كنت تحدث عليها من قبل كما قلت لنا الوطنيه في بالنسبه للمنتخبات واللاعبين
يعني لما تشوف مباراة حتى المباراة الأخيرة الدليل أنه محرز لما كيفاش كان يولي كاين فريشير فيزيك أوكي وحدة وكاين ثاني العزيمة. يعني مؤخرا ما كناش نشوفوا محرز يولي ريكوبيري لابال ويديفوندي وكاين توقيته ما تنساش توقيت توقيت على المباراة نعم توقيت ما كناش محرز 80 ما كناش نشوفوا محرز أنه يتحدث مع الحكام يشجع لاعبيه. الآن نقدروا نقولوا أنه محرز هو قائد المنتخب الوطني الان في وشوي صرا يعني يتحدث مع الحكام يتحدث مع اللاعبين. الماضي خرج محرز من محرز اكزاكتو خرجوا مليح وكيما قال لك يختار لاعبين الملاح مثلا كي تشوف فوغولي بالك واش يقدر يديروا ما يديروش لاعب واحد اخر لانه أكيد. عنده هذيك لاكرينتا يعني تقريبا اللاعب دائما مستوى ثابت وعنده الحراره هذيك ولما تشوف المباريات كان يعاود يولي كان يغطي على عطال يعني كان يقوم بمجهود كبير. كما نقولوا الجانب البدني راح يلعب دور في هذه المباراه امام منتخب كوت ديفوار. تقريبا ما عندناش مشكل في بطاقات صفراء عدلان قديورة فقط اللي عنده بطاقة عدلان قديورة عنده بطاقة صفراء الأولى هي شحال لازم ثلاثة ياك زوج عدلان قديورة تقريبا اللي دائما يتفوق في كل الكرات لا يعني لما دوك نشوفوا عدلان قديورة في أربع مباريات عنده بطاقة صفراء أمر إيجابي لانه راهو شفت بالنظر الى منصبه شوف المنصب تاعو الطريقه تاعو اللعب تاعو يعني لعب دير ويعني عنده وزيد دي فوا كيما كنا نشوفو كان يلعب انسول ريكوبيراتور كان وحده يعني يعبك واحد كيكون وحده ريكوبيراتور هو لو ستيل تاعو دير تلقاه يكوفري على جوار دوخ راح يبدل طاقه وكما يبدل طاقه يقدر يرتكب خطا في اربع مباريات بطاقه صفراء داها بون نقولوا في اربع مباريات لانه لعب المباراه ما لعبش مانيش سافيل مع تنزانيا دخل لهم بلاصه يعني لعب بالناصر ويلعب مباراه كامله ثلاث مباريات نقدروا نقولوا مباراتين اولتين حتى في المباراه الاقصائيه باش داز صفرا يعني امر ايجابي بالنسبه لهم. عدلان قديورة اللي تقريبا ولا واحد كان يتوقع انه يتواجد في المجموعه كان في مجموعه 23 والله ما باليش دوك كل واحد وطريقه تاعو. انا عدلان قديورة كاين بعض اللاعبين حتى لو كانوا ولوا للور يعني في زمان كاين لاعبين كانوا يتألقوا في البطوله مثلا حاج عدلان كان هداف البطوله مع اتحاد العاصمه مع جبهه القبائل يروح للمنتخب ما يماركيش هاك معايا. كاين لاعبين ماشي تاع بطوله ولكن لما يروح المنتخب وكاين العكس تلقاه في البطوله متوسط لما في المنتخب يمدلك اضافه واحده اخرى. عدلان قديورة من هذا الجنس يعني تلقاه اللعب تاعو ما نقولكش متوسط لكن اللعب تاعو لو كان تشوف في بطولات اخرى كاين لاعبين احسن منه في هذاك المنصب ربما تقنيا فنيا لكن في المنتخب عنده الدور تاعو وزيد افريقيا تتطلب انه يكون عندك عدلان قديورة يعني مقارنه يعني لو كانت قال تفضلني بين عدلان قديورة او طيدار او بن طالب أو عابيد او بن طالب اختار قديورة اكيد. رايك في قديورة بما ان فتحنا قوس صح قديورة امون افي تما راهي انا ولا غير تفاجات فجأة ما شنو مفاجأة صار مفاجأة صار مع الاول مع الاول كيشفتو في الاخر كيشفتو في لا ليست رد فعل ديالي كان كيما اغلب رد الافعال تاع الاخر تاع الجمهور قلت خلاص نوتينغهام فورست يلعبوا اون دوزيام ديفيزيون ولكن ما يلعبوا اون دوزيام ديفيزيون مي مام هو بعد قديورة ما لعبش بزاف انا بالك ينحبوا لي لا ما عندوش مستوى ثابت في النادي ديالو نعم. لكن كي شفنا في الميدان حقيقه يعطيه صحة شغل مثال تاع مبولحي فوالا كان ما يلعبش عامين فوالا هذه شغل نفس تقريبا ومام لابير قديورة بالناصر ناش دروات غوش دروات غوش تلاقاو هناك نقطة أخرى فقط زكريا ما تحدثناش عليها يعني الناخب الوطني يبدو أنه قرر التنقل إلى الملعب يوم المباراة يعني ما يتنقلوش من قالك قريبة من الفندق إلى فندق آخر في السويس قالك نتنقل مباشرة من الفندق في القاهرة إلى السويس بما أنها يعني المسافة قريبة هي الأمور ساعة هي الأمور هدية الأعلم بها هو المدرب هو قريب وعنده المعطيات اللي ماش تكون عندنا إحنا يا. يقول لك انا نبدل بالك مقر الاقامه نديستابيليزي لي جوار راه ملاح مادام كاين ساعه يقول لك انا الاحسن انه يتفادى مشاكل يتفادى مفاجات علاش هي ريسكي الامر هذا يعود للمدرب وانا ارى انه واحد ما عنده الحق باش يقول يعني اخطا او اصاب الا ان حدث امر باش تقدر تقول باللي لو كان ولكن الان كل شيء بيد المدرب والله اعلم اكيد نتحدثوا
قليلا عن المنتخب الإيفواري فضيل، يعني حسب يعني المقربين من المنتخب الوطني من الزملاء الإعلاميين اللي نحييهم جميعا متواجدين هناك، يقولوا انه لاعبي المنتخب الوطني كانوا يفضلوا مواجهة كوت ديفوار على منتخب مالي. اللاعبين تاعنا كانوا يفضلوا انهم يواجهوا منتخب كوت ديفوار على منتخب مالي. رايك يعني لماذا؟ هل يعني حابين يثأروا لما حدث سنه 2015 عندما خسرنا من دور ربع نهائي؟ دور ربع نهائي لا اظن ذلك. هما كي شفنا بانا واحد شت لي رياكسيون تصريحات تو قالك بلي حبوا يتفادوا المنتخب المالي، لان المنتخب المالي اكثر تنظيم على المنتخب دومينو الماتش الايفواري، وشفناهم البارح هذه النقطه، هذه هي النقطه. والسيطره لا تعني الفوز، هي كما يقول لك لا فيكتوار مع الاخر كما يقول لك نشوفوا النتيجه ما نشوفوش الاداء. المنتخب المالي دار مقابله كبيره، منظم مليح في الخطوط الثلاثة، كاين تنسيق في الخطوط الثلاثة، عندهم ان بروبليم دو فينيسيون، كان عندهم مشكل في الفعالية، ليفيكاسيتي ناقصة. ميم كو ماريغا معروف، ماريغا انا في الدورة هذه ما قنعنيش، تسمى ما عدا مباراة موريتانيا اللي سجل فيها هدفين، ارى انه ماريغا كان شغل هو اللي عرقل يعني لو كان انا جبريف انا يكون عندي جوار ما يكونش روندمون بدل الخطه. كان هناك مشكل نجوم في هذه الدوره، مشكل ماريغا مع مالي، مشكل زياش مع المغرب، مشكل محمد صلاح مع مصر. هذا يعني شغل ماشي مهاجم، اسمه ماشي مهاجم، مشكل زياش مشكل نجوم. قالك النجوم قالك تما شغل ماريغا، انا نشوف باللي الستيل دو جو تاعو ما في هذا المباريات ما ساعدش منتخب مالي. شفنا كي دخل دياوارا النيميرو 14 اللي كان هو اللي عاود حيا الكولوار دروات. انا جو بريفير يعني تبدل لا تاكتيك، نلعب اون دو اتاكون وما نلعبش بواحد. كان انا شفته بلي كان يعرقل بزاف، كاين دي فوا دي كونترول ماشي تاع كونترول، تجيك ضرب. لا دي فوا ثاني كان بلايس، كان دي سيتوياسيون وين لازم يفيني ما يفينيش، هما اوليو يتيري يعطي الماري، اوليو يفيني ما يفينيش، اوليو يباسي بلايس، اوليو يمد لا بال ما يمدش لا بال. الوغ صح كان يعرقل بزاف، كان يعرقل، هذا هو المشكل تاع المنتخب المالي. خلونا مع المنتخب الايفواري قبل ما نختموا، بما انه راح نواجهوا منتخب المالي سي بون دوكا وبلاك باماكو، منتخب كوت ديفوار. هل يعني هل سيخلق لنا صعوبات هذا المنتخب؟ صعوبات تكون حتى مع منتخب عادي ولا تكون صعوبات، لكن منتخب كوت ديفوار ماهوش كوت ديفوار اللي كان من قبل، وما يهمنيش تاع كوت ديفوار تاع 2010 ولا تاع 2015، حنا حنواجهوا كوت ديفوار تاع 2019. عنده مدرب محلي هذه المره، ابراهيم كامارا هو المدرب هذه المره، مدرب محلي، ما كاش نجوم كيما كانت من قبل. منتخب كوت ديفوار عنده ديديشي، كاين مشاكل شويه في الميليو تاعو، ديجا كاين كيما بعض النجوم اللي يسموا نجوم راهم في الاحتياط، على غير غرادل والفريد بوني كان في الاحتياط. غرادل اساسي لا الماتش هذا ما لعبوش الماتش هذا، خاطش كان صرا مشكل شغل باللي ما كاش تما، باش تشوف بلي المدرب هذا راه عنده شويه انضباط، بدا يهرب حطو في بلاصه الكونترير، دخل لاطاكون هذاك اللي كان يراطي البارح، راح للاسم تاعو كوجيا راه طالع عجب. عنده الان تما كيما نقولوا المهاجم الباين اللي راهو باين لحد الان هو زها، اللي راهو في الهجوم. منتخب كوت ديفوار يخلق لنا صعوبات شويه، ولكن نقدروا نفوزوا عليه، لانه عنده مشكل يعني الدفاع ثقيل شويه، والمهاجمين تاعو ماهمش المهاجمين اللي كانوا من قبل. الروح الجماعيه تاع المنتخب الوطني نقدروا نفوزوا على منتخب كوت ديفوار. كيما قالك انا واحد كنت خايف منتخب مالي، لانه منتخب منظم، منتخب كوت ديفوار تقدر تقول ما عندوش خطه واضحه، سرق الفوز البارح. شفت المباراة البارح سرق الفوز، وامام منتخب المغرب سيطر عليه المنتخب المغربي، ومباراة الاولى امام جنوب افريقيا فاز بصعوبه، وامام منتخب ناميبيا على ما اظن ما قنعش تماما. منتخب كوت ديفوار بالنسبة مقارنة بمنتخب مالي في المتناول، وانا متفائل ان شاء الله. فضيل كلمة اخيرة حول هذه المباراة. هي المباريات كيما هادو مباراة كيما يقول لك مباراة مألوفة، سي دي رونكونتر فريكونت، يتما دائما يتلاقاو. انا واش نقول لك، التكهن صعيب بزاف التكهن، رغم ان منتخب كوت ديفوار ماهوش بالمستوى اللي عودنا عليه، لكن كي يتعلق الامر بالجزائر
عباك الروند مو تكون حاجه واحده اخرى. يعاود يولي الاسم يبقى منتخب كوديفوار. يبقى ماشي يبقى منتخب كوديفوار، ما نقولوش يبقى منتخب كوديفوار، لكن كي تشوف التركيبه، كي تشوف التركيبه البشريه تاع منتخب كوديفوار كاين لاعبين، كاين لاعبين عندهم سيري دي في وسط الميدان، عندهم موتور ما يحبش، عندهم لاعبين، عندهم سيري دي، عندهم زها، عندهم هذاك مام هذاك يراطي بزاف كوتي، عندهم سيرج اوري، شوف عندهم كوتي عندهم بيبي، عندهم واسمه كوجيا هذا اللي ضيع بزاف كتر ما سجل، عندهم حارس ممتاز، حارس تي بي مازامبي، حتى حارس تي بي مازامبي، عندهم المهاجم كوجيا، اذا ما على بالكمش هو المكلاسي الاول في الدوره هذه في لي بال ايريان في لي ديال في لي بال يدي قال لي بال سما ميم كي راطي بصح ويدي لي ديال، عنده احصائيات سلوي يقول لك سلوي كي غان لي ديال قال لي ماتش اللي يربح ثنائيه صراع الثنائيه يربح اللقاء ان شاء الله يحبسوا بالعمري. كاينه حاجه كاين لي ديال هنايا فكرني خاطر غير قاعد فكرتها، مباراه غينيا مع منتخب وطني شفنا لي بالاريان كانت غينيا تفوقت كاع في الاحصائيات ضد المنتخب الجزائري وفي ثلاث مباريات الاولى، ولكن كانت دائما تخسر لانه المشكل فعاليه. منتخب كوديفوار الهجوم تاعو ماهوش بالقوه اللي كان، انا يعني حيكون عنده تركيبه وعنده مجموعه قويه وعنده فرديات، لكن حد الان الخطه تاعو ماهيش باينه. ان شاء الله كيما نقولوا لي جوار تاعنا يكون وكان يكونوا في نهارهم، انا ما خلعني حتى واحد ان شاء الله كيف شاء الله. كيف حتى انا ما راه خلاني حتى كيف واحد كيف كيف كيف. لا كيف حنا نورمالمون هما يديروا لنا حساب مش حنا اللي نديروا سير مومون باش يديروا لنا حساب. اكيد. طيب زكريا شكرا جزيلا على حضورك معنا اليوم. شكرا. كلمه اخيره. شكرا على الدعوه، ما نطولوش عليكم، يعطيك الصحه وان شاء الله ان شاء الله نروحوا للنهائي ولما لا تتويج ان شاء الله. ان شاء الله كنا سعداء جدا بحضورك معنا اليوم. الله يوفقك. الله ينورك. والاعلامي الرياضي رئيس تحرير موقع انفو سبور ديزل فضيل شرف، يعطيك الصحة أخويا حميد، بارك الله فيك ونشكرك على الدعوة هذه، ونشكر زميلنا زكريا، وإن شاء الله نتلاقى ونزيدوا نتلاقى في الحصص المقبلة بإذن الله إن شاء الله. وبخصوص منتخب وطني رانا متفائلين إن شاء الله فيها غير إن شاء الله. التفاؤل يحذونا كلنا بما فيهم أنتم وجمهورنا الرياضي الكريم، لنشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. نتلقاو إن شاء الله غدوة إن شاء الله في عدد جديد من ساعتين كان. دمتم أوفياء لراديو شمس. ما ننساوش زميلنا الواقف على العارضة التقنية للبرنامج وحيد، تحية ليك وحيد. نلتقي غدا إن شاء الله. سلام.